يمكن اليوم عرضت قضايا غريبة 15 سنة ميت راح بعد يدور وراء مساءلة وعدالة. والله شنو كان بعثي مات مجرم الله يقتص منه، مو كان عادل يمك قبل لا يموت، كان عادل يمك تجيبه وتحاكبه بالقانون وتدوس على رأسه إذا مجرم، ليش الورا يموت؟ وهذا اللي قاعد انت ليش ما تطيح حقوقه؟ ليش ما تطيح؟ هسه ما قال لك اطيني، قيا عين فارغه وطي العالم مسكتها، قلنا لكم من زمان ليش من تقرب الانتخابات تظلون تدقدقون بالبوب وتوسلون بالناس؟ ها؟ اكو حاله لاحد الاشخاص بصراحه لفتت نظري، يقول اني اساعد ناس واعتبرها صدقه، حالتهم تعبانه، ابوهم مقتول بالطائفيه، يعني حاولت اسوي لهم معامله الشهداء حسب القانون ومشيت بالمعامله بالامكانيه اللي اقدر بيها، صار لي 3 سنوات، اخر شيء هسه المعامله متوقفه عن المساءله والعداله، لان ابوهم اتضح كان عضو عادي بحزب البعث سابقا، حاله حال الاف العراقيين بذلك الزمن. المفارقه اكو معاملات تمشي حسب الواسطه، انا ما عندي هاي الواسطه الحقيقه، وتعرف العائله وانا محافظه البصره زين، وصعب تحصل نائب يفتهم الموضوع، اريد منك تطرح هاي الحاله من تلتقي ويا اي سياسي ساعدني. انطونيال العباس، عباس شلونك؟ السلام عليكم تحمد، شلونك؟ حياك الله. هاي العائله من وين انت اللي دا تشتغل؟ خلف الله عليك استاذ نجم، العائله بالبصره، يعني انه انا مشيت معاملات تقريبا صار لي 3 سنوات. انت اقاربهم؟ وحاولت، انا تقريبا جارهم، يعني جارهم، ابوهم مقتول بالطائفيه بال 2005 زين، موظف جندي شرطي، خليك هو يعني. كان موظف سابقا يعني زين، موظف سابقا زين، هسه هو ضحايا ارهاب معاملته صحيح، مو ضحايا ارهاب. انا مشيت بالقانون حسب القانون، راجعت للمؤسسه ضحايا الارهاب، اي وكملت المعامله، اخر شيء ترقي مساءله وعداله، القانون مساءله وعداله زين. هو مات هسه، هو مات شاليه بالمساءله والعداله، هو مات بعد هو القانون، هاي الدوله ايش تجمع بس ما اعرف، بس انا قلت لهم يعني اذا اكو اجراء قانون يمشوني هذه حاله بقيه، يعني انا ما طلبت منهم شيء صعب، يعني الحكومه المشكله انه انا حتى عند عائله، هو عضو فرقه، عضو شعبه، حسب اللي لا تعرف العالم هم تخاف تحكي تقول هو عضو فرقه، انا فهمت نعشهم عضو فرقه بس إيه، يعني هسه يموت اذا يموت وكان بعثي ما تسقط عنا هاي التهمه؟ شلون هسه احنا نحاسب؟ هسه احنا نحاسب نيابه عن الله؟ زين هسه هو كان عضو فرقه بالحزب، حزب البعث سقط لا رجعه به، والله لا يرده والله لا يعوده، زين الورا شنو ذنبه؟ استاذ نجم يعني انا احد الحالات اللي شفتها يعني للامانه، يعني مو بس هو اكو حالات بهذه الطريقه هاي، يعني انت اليوم اكو قانون زين، هسه المساءله والعداله يقولوا لك ما له حقوق مو ضحايا ارهاب؟ المساءله والعداله تقريبا صار لي 3 سنوات راجع لهم وكرهوا وروحوا جايه، اخر شيء حاولوني على بغداد لحد الان يقولوا لكم تشابه بالاسماء، فتشابه بالاسماء ماكو اشكال، اخر شيء قالوا هذا انهاف عضو توقف المعامله مات، تو هاي الباقيين يعني هسه يعني لانه هسه احنا نفهم بس ال 51 تصادر ذول المطلوبين ال 55 تصادر اموالهم المنقوله وغير منقوله، ذولا قياديين وكذا، لكن انا ما اعرف والله، اريد اسال الاخوه بالمساءله والعداله اخوان. استاذ نجم حبيبي نعم. بس هسه احنا شو نقول؟ اكو قرار، اكو محكمه، الحين يعني المحكمه واذا اكو عليه شكوى، هو 100 مره صرخنا، 100 مره قلنا، 100 مره نحكي، يعني احنا اليوم خلينا نقول يا ابي والله بس يا عباس لو تسمعني والله كانوا على مستوى مؤيد وعلى مستوى نصير بحزب البعث كانوا أشد ظلما بتقاريرهم من آخرين. أنا مو ضد القانون ولا ضد المساءلة، بس أنا مع الإنسانية، أي قانون ما بي إنسانية وأي شخص مجرم يقتص منه القضاء، لكن إذا ما عنده شيء ما يصير إحنا نموت الأجيال وما بعدها، هذا غير جائز، هذا غير جائز. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كان باثي عليه مؤشرات مطلوب دم يطب مرض،
أخذها إلى القانون وأخذها إلى القضاء وأقتص منه وأنصف الضحية. لكن إذا ما عنده شنو يعني؟ زين إحنا هذا نظام باكر يا ستار، إذا سقط النظام كل واحد بحزب لازم هو وعائلته لازم ينحرمون. زين ليش وقت إحنا نبقى نمارس كلما جاءت أمة لانت أختها؟ المجرم تحت أي عنوان، حتى من الأحزاب الحالية، حتى من السراق، حتى من الفاسدين، الآن يجب أن يعامل. احنا مو ننتظر يسقط نظام حتى نجي نحاسب فلان وفلان، لا، عندنا دولة وعندنا قانون ويحاسب الفاسد بموجب القانون والنظام. وأنا أيضا من المؤمنين أن الجريمة لا تسقط بتقادم الزمن.